الساعات الأخيرة حملت هذا الخلاف الذي بدأ يظهر للإعلام ويوضح أن هناك تصدع يتوسع يوما بعد يوم بين ما تريده إدارة بايدن وبين ما يرغب فيه نتنياهو وحكومة الحرب في الاحتلال الإسرائيلي. هل هذا مؤشر بأن هذا الخلاف قد يتحول إلى أداة ضغط تمارسها الإدارة بايدن على نتنياهو للالتزام بما ترغب فيه هذه الإدارة؟ منذ البداية كان هناك تباين في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب في آلية سير العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن إلى حد ما تماهت الإدارة الأمريكية مع الرؤية الإسرائيلية باستمرار الضغط العسكري. ولكن بعد أكثر من 104 يوم من هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتحولات الدراماتيكية والبنيوية في الرأي العام الدولي والرأي العام الأمريكي، شكل رافعة أساسية للضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس جو بايدن لإعادة النظر في التماهي مع السياسة الإسرائيلية وسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضغط على قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية بنفس الوتيرة الموجودة. وما ذكرته ام بي سي بالامس ان الرئيس بايدن سوف يعلن ان اسرائيل فشلت وان على نتنياهو انه اصبح شخص غير مرغوب فيه، وبذلك هو تطور في الموقف الامريكي، ولكن حتى اللحظه لم يصل الى حد الضغط الذي يفرض على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بوقف الحرب على قطاع غزة. هنا لابد من المقاربة بين قضيتين أساسيتين. القضية الأولى، الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها المعقدة الحالية والأزمة العميقة الموجودة بها ما بين بنيامين نتنياهو من جهة وحلفائه سموتريتش وبن غفير من جهة الذين يدعون إلى استمرار العمليات العسكرية والضغط العسكري، وأبعد من ذلك إعادة احتلال قطاع غزة وتوطين المستوطنين اليهود فيه، ووجهة النظر الأخرى الذي يمثلها غانتس وإيزنكوت الذين يركزون على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى في من قطاع غزة، وأقرب إلى وجهة النظر الأمريكية بالانتقال إلى المرحلة الثالثة وتخفيف العمليات العسكرية، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية والقيام بعمليات محددة. مقابل ذلك التحركات في الشارع الأمريكي والمجتمع الأمريكي لم تكن كما كانت سابقا. التحرك الشعبي هو سبق التحرك الرسمي وتجاوزه من ذلك. القضية الأخيرة، طرح السيناتور بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمناقشة المساعدات العسكرية لإسرائيل وتقليصها. هذا كان يعتبر من المسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم مناقشة المساعدات العسكرية لإسرائيل، ولكن تم مناقشة هذا المشروع وطرح للتصويت، حصل على 11 صوتا، 9 أصوات من الديمقراطيين وصوت من الجمهوريين بالإضافة إلى صوت السيناتور بيرني ساندرز، وعارضه 72 سيناتور آخرين، وبذلك 11% من أصل 100 سيناتور صوتوا مع هذا مشروع القانون. هو كالذي رمى حجرا في المياه الراكدة، هذا الدعم العسكري المتناهي واللا محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يناقش. من جانب آخر، السيناتور الديمقراطي تيم كين عندما تم تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل من خلال موازنة الطوارئ لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، خرج بتصريح وقال أن من حق الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي أن يعرف أين تذهب المساعدات، وهذا عبارة عن اختراق للدستور الأمريكي الذي يجب أن يقر أي نوع من المساعدات من خلال المؤسسات الدستورية وهي مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومن ثم إلى البيت الأبيض. هناك تحول في الرأي العام الأمريكي، تقدم في معارضة سياسة نتنياهو. يجب التفريق ما بين نتنياهو كشخص وحكومته اليمينية، موقف الإدارة الأمريكية منها، و إسرائيل كدولة
الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتصر إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت تريد أن ينهزم نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته، وهي تعمل على ذلك بالتعاون مع حلفاء واشنطن في هذه الحكومة، وهم بيني غانتس وإيزنغوت من حزب حليم مملكتي المعسكر الرسمي، وتعول هنا إسقاط هذه الحكومة موقف أمريكي قوي وضاغط ولكنه غير كافي. الآن يتم التعويل على تمرد داخل حزب الليكود ضد بنيامين نتنياهو، 5 نواب أو أكثر من حزب الليكود في تماهي مع السياسة الأمريكية، بذلك تفقد هذه الحكومة الأغلبية في الكنيسة الإسرائيلية، ويتم التوجه إلى حكومة تسيير أعمال أخرى أو حكومة طوارئ، ومن ثم إلى انتخابات مبكرة. الشيء الجديد بالأمس ذكرت صحيفة معارف، وهي صحيفة يمينية محسوبة على اليمين الإسرائيلي، أن 50% من المستطلعين يريدون بيني غانتس رئيسا للوزراء مقابل 30% لبنيامين نتنياهو، فارق كبير. وحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يحصل فقط على 16 مقعدا من أصل 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلية. كل هذه التطورات والتغيرات الدراماتيكية تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي. أضف إلى ذلك الخلاف العميق ما بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وارتفاع حجم الخسائر البشرية اليومية في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خلق حالة من الرأي العام المضاد والمناهض ضد الحرب في قطاع غزة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، المعارضة الإسرائيلية وذوي المحتجزين والمختطفين والأسرى الموجودون في قطاع غزة. يبدو أن هذه المعارضة في الرأي العام تتسع وتتمدد وتتدحرج ككرة الثلج إلى أن تصبح أداة قوية وضاغطة ومؤثرة على حكومة بنيامين نتنياهو. التصريحات الأخيرة التي رفضتها واشنطن والكثير من العواصم الغربية والإقليمية، خرج بالأمس بنيامين نتنياهو قال لا دولة فلسطينية في ظل وجودي في الحكومة وفي سدة الحكم في إسرائيل. دكتور حسن، ما تداعيات هذه المواقف، وما تداعيات رفض نتنياهو دكتور عبد العزيز، وأيضا الانزعاج الأمريكي على سير العمليات، على تطور العدوان، أو دعنا نقول تغيير شكل العدوان، إعادة هندسة العدوان للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؟ بداية أسعد الله مساك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم. نتنياهو يحاول بهذه التصريحات التي تحدث بها بالأمس أن يستبق الإدارة الأمريكية فيما تم من تسريبات حول رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للحرب في المرحلة المقبلة، فأراد نتنياهو أن يرد بمواقف جيدة واضحة للإدارة الأمريكية، وذلك بعد الخلاف الذي يحدث بينه وبين بايدن بشكل أساسي، وهذا تحدثت به الصحف الأمريكية والكتاب والصحفيين الأمريكان عن هذا، عن طبيعة الخلاف الذي يحدث بين نتنياهو وبايدن حول إدارة الحرب على قطاع غزة. لماذا نتنياهو لا يريد حلا سياسيا في المرحلة المقبلة؟ نتنياهو هناك عدة أمور أو عدة نقاط يجب التركيز عليها. أولا، أن نتنياهو يريد بشكل أساسي في تصريحاته بالأمس رد على الإدارة الأمريكية التي تتحدث عن الوضع التالي للحرب، أي الحل السياسي. نتنياهو لا يريد حلا سياسيا في المرحلة هذه وفي قطاع غزة بشكل أساسي، وتحدث وقال بشكل واضح، وهذا تصريح لا تحدث به بالأمس، وقال نريد أن الأرض تكون من البحر إلى النهر، وهذا يخالف ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم حل الدولتين. الأمر الثاني، أن نتنياهو يرتكز في ذلك على الائتلاف الحكومي. نتنياهو اليوم يقاتل ليس لأجل الدولة الصهيونية، إنما من أجل بقاء ائتلافه الحكومي في الحكم. فهو عندما صرح بن غفير الانتهاء من الحرب يعني الخروج من الحكومة، الخروج من الحكومة وإسقاطها يعني ذهاب نتنياهو إلى المحاكمة والمساءلة
على هذا الإخفاق الذي حدث واسترجاع كافة القضايا التي كان يتهم بها نتنياهو. فلذلك نتنياهو يريد الاستمرار الائتلاف الحكومي. الأمر الثالث أن نتنياهو يريد بتنفيذ تطبيق برنامج الصهيونية والائتلاف الحاكم الذي جاء به الصهيونية الدينية. وهذا الوقت الفرصة تعتبره الصهيونية الدينية بن غفير وسومترش في تطبيق مخططاتهم اتجاه القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية كما كان في السابق. فكثير من التصريحات التي تحدث بها هؤلاء بن غفير وسومترش اللي هو عدم الخروج من قطاع غزة واستمرار وإعادة الاستيطان من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن يكون هناك تنفيذ لكامل المخططات التي تريدها الصهيونية الدينية والائتلاف الحاكم. فنتنياهو يرى أن هذه الفرصة هي السانحة وهو قال أنا الرئيس الوزراء الذي يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك يدفع لي الأموال وأنفذ ما أريده ولا أستمع إلى نصائح الولايات المتحدة الأمريكية. وهو لديه خبرة طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر فهو يعتقد نفسه أنه محتمى بائتلافه الحكومي. ولكن أيضا في المقابل يوجد معارضة في داخل الكيان داخل الحكومة الصهيونية وداخل أيضا مجلس الحرب الصهيوني حيث صرح كثير من قادة الصهاينة ومن أعضاء مجلس الحرب أنه لا يمكن لنتنياهو تحقيق الأهداف التي أعلنها. هو بالأمس قال أننا مستمرون في قطاع غزة ومستمرون في الحرب حتى تحقيق الأهداف. اليوم لنا أكثر من 106 أيام على العدوان على قطاع غزة ولم يتحقق أي شيء من الأهداف. حيث تحدث كثير من بعض أعضاء مجلس الحرب وقالوا لنتنياهو بشكل علني أنه لا يمكن لك أن تحقق الأهداف. فما زالت حماس قوية وما زالت المقاومة حاضرة في الأماكن التي أنت أعلنت عن انسحاب انتهاء العمليات فيها. أنت تعلن من هنا ويكون ثاني يوم رد من المقاومة ورد كبير بقتل جنود في هذه المناطق التي أعلنت أنها هي مناطق تم السيطرة عليها. وكذلك أيضا أنت لم تستطع إخراج الأسرى أو المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. إلى اليوم لا تستطيع أن تصل إلى أي أحد منهم. وكذلك لا تستطيع أن تقوم بتهجير الفلسطينيين حيث أفشل الفلسطينيون أنفسهم هذا المخطط الصهيوني من خلال صمودهم إلى هذه اللحظة في قطاع غزة وثباتهم في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية رغم الأوضاع الإنسانية الكارثية. فنتنياهو يحاول في هذا التصريحات التي تحدث بها الأمس أن يوصل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية ولبايدن أنه يريد إقامة لا يريد حلا سياسيا وإنما يريد تطبيق سياساته ورؤيته ورؤية اليمين الصهيوني حول القضية الفلسطينية. دكتور حسن وأنا دعني أعود معك إلى تصريحات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. مثلا عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن تقول رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير، وأن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب يتناقض مع السياسة الأمريكية، وأن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين. هل فعلا الإدارة الأمريكية لا زالت الآن تعمل على إنعاش فكرة حل الدولتين رغم كل الاعتراضات على هذه الفكرة إن كان من جانب الإسرائيلي أو أيضا تهميش هذه الفكرة حتى بعض الدول الإقليمية كما أشار إلى ذلك الرئيس المصري منذ أكثر من شهرين؟ دكتور إليزابيث وارد كانت مرشحة للرئاسة الأمريكية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 2020، وهي محسوبة تاريخيا على الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي. القضية الأساسية التي يعترف بها كل المتابعين والمحللين والباحثين والأكاديميين أن ما حصل في قطاع غزة قد أعاد القضية الفلسطينية من الهامش إلى المركز على ميدان السياسة الدولية وعلى أجندة الإدارة الأمريكية.
قبل طوفان الأقصى إدارة بايدن لم تقدم أي مبادرة سياسية منذ العام 2020. كل الإدارات الأمريكية منذ انطلاق مؤتمر مدريد للسلام حتى إدارة ترامب بكل تصلبها ومحاباتها للاحتلال الإسرائيلي قدمت خارطة الطريق التي هي مرفوضة، ولكن كان هناك مبادرة. إدارة بايدن لم تقدم أي مبادرة. اليوم في ظل التطورات الجديدة فإن إدارة بايدن أصبحت مجبرة أمام الرأي العام الأمريكي أولاً، وأمام المؤسسات القرار الأمريكية الفاعلة، وأمام حلفائها في منطقة الشرق الأوسط أن تقدم أي مبادرة سياسية وتعيد إحياء ما يعرف به المسار السياسي، حتى لو كان ذلك فقط من باب الحديث والنقاشات والمداولات والمفاوضات، ولكنها أعادت القضية الفلسطينية من الهامش إلى المحور وإلى المركز، وأصبح هناك حديث جدي. قد لا يتطور هذا الحديث الجدي إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع يتجسد بمبادرة سياسية إلى دولة فلسطينية، هذا غير مؤكد، ولكن فعلا عاد القضية إلى حيويتها واعتباراتها، وأصبح الأمر يتم تداوله ويتم الحديث حول الحل السياسي وحول حق الفلسطينيين في دولة مستقلة كغيرهم من شعوب الأرض، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، وأن الحلول العسكرية ستفشل ولن تؤدي إلا المزيد من الصدام في المنطقة والمزيد من الصراع. أعادت الإدارة الأمريكية الحديث عن ذلك حتى داخل مؤسسات القرار الأمريكي. على سبيل المثال السيناتور بيرني ساندرز صرح منذ يومين، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي متواطئة مع إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة. والقضية الأخرى، قدم مشروع قرار طالب فيه وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير خلال 30 يوم عما يحصل في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة استهداف المدنيين من النساء والأطفال والمنشآت والأعيان المدنية، ولكن بكل الأسف كما هو معروف تم إسقاط هذا الاقتراح داخل مجلس الشيوخ الأمريكي ولم يمرر. ولكن هذا يدل على ارتدادات وتجليات هذا الحراك الشعبي والمؤسساتي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المؤسسات الأمريكية، الذي يتطلع إلى أن يكون هناك رأي آخر، رأي مغاير عن الرأي التقليدي والموقف التقليدي لواشنطن مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب التطلع إلى مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال تحت الاحتلال منذ أكثر من 76 عام، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وغيره من شعوب المنطقة. وهو يبرهن لواشنطن ولدول الاتحاد الأوروبي وللدول العربية أن المشكلة ليست لدى الجانب الفلسطيني ولا الطرف الإسرائيلي، المشكلة في نتنياهو شخصيا وفي قوى اليمين المتطرف والمحافظ في دولة إسرائيل، وخاصة الصهيونية الدينية والعظمة اليهودية التي زعمها كل من سموتريش وبن غفير. وأبعد من ذلك، رغم كل التطورات الحاصلة ما بين واشنطن وتل أبيب، لا زال المجتمع الإسرائيلي يجنح إلى اليمين. ولكن التغير الذي حصل بعد هذه الحرب هو الانتقال من اليمين الديني المتطرف إلى اليمين العلماني، يمين الوسط المتطرف. سموتريش وبن غفير هم يمين ديني متطرف، ولكن إذا ذهبنا إلى جانس ويش عتيد وليبرمان، هؤلاء يمين مركز ولكنهم علمانيون، والفارق ليس بكبير. الاتفاق الوحيد ما بين المركز الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية هو التخلص من بنيامين نتنياهو والوصول إلى حلول مجتزأة، من أهمها إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب والبدء بعملية سياسية غير مضمونة النتائج، ولم يتم الاتفاق على شكلها، بما يتماهى مع رؤية ونظرة الإدارة الأمريكية التي هي الآن بأمس الحاجة لذلك كونها في مرحلة انتخابية، سنة انتخابات عاصفة. كما يبدو أنه أصبح من المؤكد أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري، وأن مرشح الحزب الديمقراطي هو جو بايدن، بمعنى أن مواجهة 2020 في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنراها أيضا في 7 نوفمبر 2024، والكل يحشد القاعدة الانتخابية والقاعدة الجماهيرية. هناك الكثير من التحولات الدراماتيكية
داخل المجتمع الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقضية المهاجرين واللاجئين على الحدود المكسيكية، والموضوع الرعاية الصحية، وأهم من ذلك وأبعد من ذلك قضية الإجهاض وقرار المحكمة العليا والاقتصاد الأمريكي. هناك عوامل داخلية تحاول إدارة الرئيس الحالي جو بايدن النظر إليها وإثارتها على حساب القضايا الخارجية، ومن أهمها الموقف في الشرق الأوسط، وهي لا تريد أن تخسر المزيد من خزانها الانتخابي، خاصة في الولايات التي يوجد فيها الكثير من الجالية العربية والإسلامية مثل ميشيغان وبنسلفانيا، كون هذه الولايات هي ولايات متأرجحة ولديها نسبة كبيرة من المقاعد في الإلكتريكال كوليج المجمع الانتخابي، والذي قد تعكس تلك الولايات النتيجة في الانتخابات الرئاسية رأسا على عقب، لأن المعركة الانتخابية الأمريكية هي في الولايات المتأرجحة. لدينا 6 ولايات متأرجحة الآن، من بينهن ميشيغان وبنسلفانيا التي يوجد بهما جالية عربية وإسلامية كبيرة وذات صوت مؤثر، وقد تؤثر على قلب نتيجة الانتخابات في هاتين الولايتين اللتين فيهما أكثر من 36 مقعد في المجمع الانتخابي الإلكتريكال كوليج، مما يقلب النتيجة من هذا المرشح أو ذاك. شكرا دكتور حسن ديك، الخبير في الشأن الأمريكي، كنت معنا من القدس. شكرا دكتور حسن.